السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله بخير. معكم اخوكم مانو من قناة شوت اب جيمز. هذا الفيديو رقم 100. فيديو رقم 100، يا سلام. سبب الفيديو اني نزلته في معلومات بسيطة وكم حاجة بدي اقولها الحين، لكن الفيديو رقم 100 يعني ما راح يكون في شيء انجاز، لكن اوعدكم مو اوعدكم يعني، بس ان شاء الله فيديو رقم 200 ان شاء الله ان انزل فيديو شوي كويس كذا، شوي يعني يكون على رضاكم ان شاء الله. علامات عن شفتها وناس تكلموا عنها اللي هو كود 12 بعد ما سمعت الخبر من عندهم، من عند الكومنتيتر، فدخلت القناة كول اوف ديوتي الشركة نفسها يعني. تفاجأت ان بلاك اوبس 3 هو كود 12. انا والله صراحة استأنست من هالشي، والحمد لله يعني استجاب الله دعاءنا، والشركة نفسها سوت اللعبة وسووا لها تريلر بعد نفسه في الشركة نفسها يعني. بلاك اوبس 3 بنزل، بعطيكم اللينك الفيديو حقه في اسفل الفيديو، لانه ما اقدر صراحة انزلكم اياه، يمكن راح يجيني عاد زي ما تقول كوبي رايت ولا سترايك على القناة، لاني اخذت الفيديو من عندهم. الشيء الثاني من ذا الفيديو راح يكون بعد ذا الفيديو راح انزل كل الفيديوهات اللي عندي في اللابتوب نفسه دفعة واحدة. ليش؟ لان راح اشتري كمبيوتر جديد بعد يعني لما تجي الاجازة ان شاء الله، ان شاء الله بعد انجح بعد وتنجحون بعد بعلامات كويسة ان شاء الله. يعني بشتري منهم بشوية قطع بعد كذا، ونزل بكون يعني بوكسون ان شاء الله اذا الله راد. يعني راح انزل الفيديوهات كل بوها قبل ما اشتري الكمبيوتر نفسه دفعة واحدة، راح انزل لهم الفيديوهات. لا تخافوا لما اشتري الكمبيوتر الجديد العالم ما راح يمسح، لاني راح انسخه من الجوال او من الفلاش، العالم ماينكرافتي، سكاي بلوك صراحة جد سحبت على امها، على امها بعد كم حاجة بعد تتعلق بالقناة نفسها، وكم صورة كذا وانقلها في الكمبيوتر الجديد وبس. هذا يعني هذا الاشياء اللي قلتها والاشياء المهمة اللي انا بقولها. كود 12 راح يكون في اللينك في الوصف عندي. لا تنسون شباب اللايك والاشتراك، واذا عجبك المقطع حط مفضلة. كان معكم اخوكم ماني محمد من قناة شوت اب جيمز 99. السلام عليكم.